خلال استضافته على برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد مدير المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك، قال وزير السياحة والأثار الأسبق عقل بلتاجي إن السياحة الدينية كانت همه الأول منذ تسلمه حقيبة الوزارة، مستذكراً قصة اعتماد المغطس كموقع حج مسيحي في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، كما تناول الضيف العديد من المحطات في حياته عندما كان أميناً لعمان ومديراً للملكية الأردنية ورئيساً لمفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وغيرها من المواقع. كيف لي أن لا أحب عمان والأردن والأردنيين وقد تبناني الأردن 3 مرات، في 48 مع عائلتي مع الهجرة، وفي 67 عند في 69 عندما عدت من الاغتراب لأعمل في الأردن، ومن المرة الثالثة أنني تبوأت المناصب العدة ولربما أهمها لعمان أن أكون خادم عمان الأول. أما قضية غزية المولد فهي غزة هاشم، وأن أكون في عمان في عاصمة الهاشمية. فهذا شرف كبير، ومن هنا يأتي الشغف. الشغف يأتي عندما تنتمي وتأتي إلى أرض طيبة، يعني موضوع المغطس بالذات سيدي، فلولا حكمة الراحل العظيم الحسين رحمه الله والنظرة الثاقبة للمغفور الملك الحسين لما كنا فيما نحن فيه الآن. فعندما تبين لنا حقيقة الأمر وحقيقة الموقع في بدايات عام 98، طبعا من قبل كنا ننقب لكن بال98 تحقق لدينا ذلك وتأكدنا من ذلك ووثقنا ذلك، جئت إلى دولة الرئيس عبد السلام المجالي أطال الله في عمره وقلت له يا دولة الرئيس، أنا وزير سياحة معية دولته، عندنا هيك هيك هيك، وأكمل الجزء من الحفريات لكن أتممنا التحقيقات بأن هذا هو الموقع. فقال الخطوة الثانية، قلت له أن نضع جلالة الملك بالصورة لأني رتبت أن أكون بالفاتيكان في شهر 5/98، إحنا في شهر 4 كنا. قال لي على بركة الله، قلت له مشان تحكي مع سيدنا؟ قال لي لا أنت روح احكي. شوف الثقة. رحلتك في عالية شركنا بأبرز مفاصل هذه الخبرة. البدايات كانت ب69، وبطريق الصدفة التقيت علي غندور، وكنت في البنك العربي، والمرحوم خالد شومان كان وظفتي في البنك العربي، فقال لي لا انت لازم تيجي على العالية. قلت له بس أنا في البنك العربي. قال أنا على التليفون الآن، هذا خالد شمان عضو مجلس ولازم يعرف أنه من مصلحتنا. أنا طبعا الخلفية عندي إدارة المطارات في المملكة العربية السعودية، مع وزارة الدفاع ومع أرامكو قبل ذلك، قبل ذلك حقيقة الآخر سنين كانت، ففيها الخبرة هاي والاطلاع. فالتحق بعالية ومن ثم بدأنا نكبر مع بعض ونبني، وكنا ننهل من رؤية المرحوم الملك حسين. كان يريد أن يكون الأردن الإنكيوبيتر الحاضنة للطيران، الطيران التجاري، الطيران الحربي، طيار هو كما كان. فبالتالي كان هذا الحافز، وأراد أن تكون هنالك جسور مع العالم والجسر مع العالم لبلد مثل ما نقول، يعني لو ما الثغر الباسم احنا لاند لوكت، احنا يعني ما فيش بلد داخلي. فكان لهذا البلد الصغير ان ينطلق، لانه رسالته الكبيره رساله الثوره العربيه الكبرى، رساله الانسانيه.